قطار الحرمين هذا العام، بدأنا برفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي حتى وصلنا خلال شهر رمضان إلى تشغيل أكثر من 100 رحلة يوميا ما بين محطات قطار الحرمين. نحن الآن نتواجد محطة قطار السليمانية، المحطة الرئيسية لسكان جدة للتنقل ما بين مكة والمدينة المنورة. خلال هذا الشهر ولله الحمد قمنا بتوفير 84 رحلة في الاتجاهين بين مكة وجدة السليمانية. نستهدف أن تصبح محطة السليمانية هي الخيار الوحيد والأمثل والأفضل لسكان جدة للتنقل إلى مكة لأداء العمرة. قطارات على مدار الساعة تصل إلى 3 رحلات في الساعة، أسعار تنافسية، 23 ريال للتذكرة. ابتداء خلال شهر رمضان المبارك أجرة المواقف ستكون ساعة ريال للساعة. كل هذه الخدمات تكون تجعل المعتمر سكان جدة للتنقل أداء العمرة التوجه للمحطة السليمانية هي الخيار الأفضل.